والحنفي أمام الشاشة يراقب ويتحدث مع غرفة الفار في موقف مثير مشاهدي الأفاضل في أثناء المباراة. طارق مجدي وشريف عبد الله، بينما الحنفي دي غرفة الفار، بينما حكم الساحة يدخل الملعب ويشير انه شاف في الفار ركلة جزاء لفريق البنك الأهلي. ركلة جزاء لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 75، ركلة جزاء من ضربة ثابتة، من ضربة ثابتة اتلعبت داخل منطقة الجزاء، ضربة رأسية من سعيدو تخبط في ايد عطوة ويثير قلق هذا الرجل اللي امامنا في الشاشة الكابتن ايمن الرمادي وعمرو حسام في موقف جديد. اهو عمرو حسام، ركلة جزاء يا عمرو، صد الانفراد، صد الرأسية، صد الكرة اللي ملعوبة في ظهر المدافعين، ودلوقتي اختبار جديد، ركلة جزاء. اسلام جابر قعود، اسلام ماسك الكرة، يا ترى اسلام هتشوط؟ نازل من على دكة البدلاء اسلام، قدم يسرى قوية لاسلام جابر، قدم يسرى قوية. هلال خد الكرة، هلال خد الكرة، هلال خد الكرة في 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 فرصة جديدة لفريق البنك الأهلي، ضربة جزاء في فرصة تسجيل الهدف الثاني. هلال، هلال كان سجل في مرمى الإسماعيلي من ركلة جزاء، سجلها في مرمى الدراويش، بينما في مرمى تماسيح النيل هلال وعمرو حسام، يتقدم هلال، 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 يا لعيب، يا عيني عليك يا هلال، ظهر الهلال، ظهر الهلال في أرضية الملعب، محمد هلال مشاهدي الأفاضل يضيف الهدف الثاني ويشعل حماس فريق البنك الأهلي، يدك بدلائه ويسجلها في مرمى عمرو حسام ويقلب الترابيزة على فريق أسوان بعد ما كان متقدم بهدف، لكن هلال داخل بمنتهى الهدوء وحاططها عزاء الله. الله 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 الله، شوف البصه لعمرو حسام، يشوف عمرو هيتحرك فين، عمرو راح على الشمال حطها له على يمينه، عمرو حسام يتلقى الهدف الثاني. هلال، هلال يكلل مجهوداته الحقيقه في ارضيه الملعب في الشوط الاول، حطها حلوه، لعيب 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 لعيب، حطها حلوه جميله جميله، محمد هلال يضيف الهدف التاني.